ملف تطوير العشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة. الحقيقة بالرغم من أهمية وخطورة هذا الملف، إلا أنه على مدار سنين كتير جدا المشكلة دي بالنسبة لنا كنا بنتعامل معها لأنها أمر واقع. كنا بنقول دايما حتى عشان نصبر نفسنا ونعزي أنفسنا أنه إيه يعني دول كتير كبيرة فيها مناطق عشوائية، وبالرغم من أنه يمكن هذه المجتمعات كانت مجتمعات منفصلة حتى عن المجتمع المصري، إلا إن إحنا كنا يمكن ما كانتش حتى في أو على رأس أولوياتنا أو اهتماماتنا. لكن الحقيقة الدولة المصرية وعلى مدار السنين اللي فاتت اشتغلت على هذا الملف وكان من ضمن أولوياتها، لأنه بمنتهى البساطة العشوائيات هي مش مجرد مساكن ومباني قبيحة تفتقد حتى لأبسط سبل الحياة الأدمية، لكن هي كمان مجتمعات صغيرة اتولد فيها سلوكيات وأخلاقيات تتعارض تماماً مع مفاهيم الفكر والثقافة والوعي حتى الكرامة الإنسانية. الحقيقة أنه من اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كان ملف العشوائيات على رأس أولويات العمل في طريق بناء الجمهورية الجديدة، واعتبرت الدولة أنه تطوير حياة ساكني المناطق العشوائية والخطرة هو حق أصيل من حقوق الإنسان اللي يجب توفيرها. والنهاردة بعد 10 سنين من بداية هذه المعركة، وأعتقد 10 سنين عشان نحن نقدر إن احنا نقضي على هذا الكم من هذه المناطق العشوائية والخطرة أو غير الأمنة، أعتقد 10 سنين ده مش وقت طويل، لكن دلوقتي بقى عندنا على أرض الواقع حقائق أرقام بتقول مصر عملت إيه للقضاء على العشوائيات وبناء مجتمعات جديدة تضمن حياة كريمة لساكنيها. يمكن حتى إنه المجتمعات الدولية اعتبرت التجربة المصرية في تطوير العشوائيات هي تجربة رائدة عالمياً، وده الجهد اللي اتبذل من خلال مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة من بينها جهاز التنمية الحضرية. النهاردة خلينا نراجع مع حضراتكم كده سريعاً ونشوف حجم ما تم إنجازه من تطوير هذه المناطق العشوائية في القاهرة وفي مختلف المحافظات، سواء كان على مدار السنين اللي فاتت أو حتى عام 23 اللي ما زال العمل مستمر خلالها رغم ما نواجهه من تحديات اقتصادية وسياسية على المستوى الإقليمي والعالمي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية. مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في برنامج التاسعة يا فندم. مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيبين. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. يعني في البدايه واحنا بنتكلم على تطوير المناطق العشوائيه والغير امنه، لو بصينا عليها السنين اللي فاتت يا فندم هنلاقي ان احنا في وقت من الاوقات كنا بنتعامل مع هذا الملف على انه امر واقع او انه يعني هنعمل ايه، ازاي هنقدر اصلا ان احنا الدوله تقدر تتدخل في هذه المناطق دي، في حد ذاتها كانت نقطه مهمه جدا. عايز اعرف من حضرتك رؤيتك للتجربه المصريه في التعامل مع هذا الملف تحديدا. خلينا نقول فعلا زي ما حضرتك قلتي، كان يمكن الحكومات السابقه متعاقبه على مدار عقود اتعاملت على الملف على اساس انه فعلا زي ما حضرتك امر واقع او وصل لمرحله ده قنبله موقوته، اللي مد ايده عليها هتنفجر فيه مش هيقدر يلم اثرها من تدخله فيها. لكن كان لازم يبقى فيه قرار جريء بتدخل علشان نقدر نحل مشاكل السينا. احنا طبعا بنقول ايه؟ إن العشوائيات دي بدأت تظهر في مصر على مدار 50 سنة تراكمت فوق بعضها. هنستنى تاني 50 سنة تانيين هيتحول الموضوع لكارثة لا تحتمل وما نقدرش نحلها خالص، أو تقدر أي حكومة بعد كده متعاقبة تيجي تقول هنقدر نحل المشكلة اللي خلاص تفاقمت جدا وما خلاص. ممكن كان فعلا لو كنا وصلنا مرحلة خلاص تسيبوها للي بعدنا، لا كان ممكن ملهاش حلول تانية خالص، ونقدر نعذر كمان الناس اللي بعدنا لو ما حلوهاش لانها خلاص هتبقى كبيره، لانه في اجيال كمان، يعني في اجيال بتتولد في هذه المناطق، فكان هيبقى اصعب. يعني كل ما عدى وقت بالفعل زي ما حضرتك بتقول كانت هتبقى اصعب. كلمه الاجيال اللي بتتولد دي فعلا انت حضرتك حطيت ايدك على الجرح كويس جدا، اللي هي حته بتاعه الاجيال دول في بيئه عامله ازاي؟ هيطلعوا شخصياتهم عامله ازاي؟ انتمائهم وعقيدتهم للبلد عامل ازاي؟ ازاي نقدر نقول احنا بنبني دوله مش بنبني طوب وحجر واسمنت، لا احنا بنبني شعب دوله تحتوي لبناتها هي الانسان، الانسان ده هو اساس الدوله الناجحه، فلازم نكون بنبني انسان جيد لدوله بتبص فوق بتقول احنا جمهوريه جديده بتبني. فكان دي نقطه مهمه جدا ازاي نتدخل بسرعه جدا وحلول جذريه مش المسكنات. طبعا زي حضرتك برضه قلت حكايه رؤيتنا ايه بالنسبه للموضوع على المستوى الدولي، احنا كان في منتديات عالميه كتير جدا، كنا الاول اول ما بيجي نتدخل او نروح نحضر المنتديات العالميه دي
نبقى الاول نقول احنا نقول يعني عندنا استحقاق شويه كده، يعني نقول احنا فين من دول؟ ده احنا مش هنكون ايه من دول؟ الحمد لله الحمد لله دلوقتي احنا بقينا مضرب المثل لدول كتير جدا، بقى البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، دول كتير جدا بتقول لدول كتير روحوا اتفرجوا على تجربه مصر عشان ندي منح وقروض ليكم، شوفوا تجربه مصر عملت ايه وحاولوا تاخدوا منها. فيجي لنا دول كتير من افريقيا تقول ايه تجربتكم، او حتى كمان يمكن وزير الاسكان في الجابون كان لسه عندهم قريب وزاره الصندوق، وقعدنا مع بعض قال لي انا عايز كل الوثائق بتاعه الصندوق عشان انشئ صندوق زيه عندنا في دولتنا هناك، وفي يمكن دعوه جايه لنا قريب ان احنا نزور هناك ونقدر ننقل تجربتنا ليهم هناك. كينيا جات لنا وقعدت معنا مره، الدول العربيه كلها جت وقعدت وشافت التجربه بتاعتنا ولفت مشروعاتنا. كل الحاجات دي تحولت من قصه خطه محطوطه الى عباره او خريطه محطوطه بمشاكلنا على خريطه قوميه، تحولت لخطه تنفيذيه، تحولت لخطط تنفيذيه لغايه ما بقت مشروعات قائمه رؤى العين قدام الناس دي حقيقة. وناس عايشه فيها. طيب باشمهندس، عشان برضو نوضح للساده المشاهدين حجم العمل والجهد المبذول في هذا الملف تحديدا، حابه اعرف من حضرتك تقريبا عدد المناطق اللي تم تطويرها قد ايه، والتكلفه كمان كانت قد ايه؟ طيب احنا بنقول ان اول ما كلفنا بالقضيه عملنا خريطه قوميه، الخريطه القوميه دي على مستوى الدوله كلها، عملنا خريطه جي اي اس لكل مناطق الغير امنه داخل مصر، كانت 357 منطقه يقطنها حوالي 1.5 مليون مواطن، فيها 246 الف وحده، يعني 246 الف أسرة عايشة فيها. كل المشاكل دي بالأرقام اللي قلتها دي كانت ناس عايشة في عدم أمان. كلمة عدم أمان هنا، عدم الأمان ده هو عدم أمان على حياته، ممكن يحصل في أماكن مهددة لحياته، موت مفاجئ أو كوارث مفاجئة بتحصل، للصحة أو طبعا الصحة دي بتؤدي في الآخر برضه وفاة، أو في حيازة غير آمنة، أو أماكن غير لائقة للسكن زي عشش صفيح، عشش صاج، مباني متهدمة. كل الحاجات دي كانت يسكنها حوالي 1.5 مليون انسان بيتعرضوا لعدم امان في حياتهم كامله. فدي الحمد لله وصلنا لمرحله ان ما فيش حاجه اسمها غير امنه دلوقتي. برضه بعض الناس ممكن تقول لك ايه، امال ايه اللي بنسمع عنه ده، في بيوت بتقع وناس بتتوفى. لا، في حاجه احنا بنتكلم مناطق غير امنه، لكن بيت يقع لا ده شيء مختلف، ده حاجه مختلفه، عشان بس الناس ما تقولش ان احنا كلامنا في شيء من الخطا، او حد يقول لك امسك ده، في كان في ناس بتقعد لا دخلت بين الامور يا فندم. لا لا دي يعني يمكن دي نقطه ثانيه، عشان بس نوضحها للناس. دي السؤال الثاني، الشق الثاني هو احنا صرفنا قد ايه؟ القضيه دي صرفنا عليها حوالي 40 مليار جنيه في خلال يعني ثمان سنوات. راس كان مكلفنا الموضوع ده على 2021 نكون خلصنا على الغير امن الحمد لله في فاتوره الموضوع كانت 40 مليار جنيه. انتقلنا للمرحله الجديده اللي كانت تتشاف دلوقتي، انا شايفها على الشاشه قدامي الصور اللي كانت بتعرض دلوقتي دي، حدائق القطاط. دي مرحله ثانيه من مراحل التنميه العمرانيه اللي احنا بنتكلم بقى على الجمهوريه الجديده، ازاي بنتكلم خلاص احنا بنقضي على غير امن ودخلنا في مرحله جديده. المرحله الجديده دي ده حكايه ثانيه وقصه ثانيه، فاتورتها تجاوزت التريليون جنيه. يعني احنا دلوقتي شغالين في مشروعات وتكلفات من القياده السياسيه تتجاوز التريليون 160 مليار جنيه في مشروعات مكلف بها الصندوق، من حدائق الفسطاط، تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، القاهره التاريخيه، دي كلها مشروعات مكلف بها الصندوق، وعندنا الخطه بتاعتنا ممتده حتى 2030. طيب باشمهندس، يعني خليني انا يعني العب دور زي ما بيقولوا كده محامي الشيطان، وهنقل لحضرتك رؤيه بعض الناس اللي كنا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي ممكن حد يقول يعني ما خلاص الناس دي كانت عايشه هناك وكان اكل عيشها هناك وهم عارفين يتعاملوا، كان ممكن يبقى في بعض التطوير او يمكن بعض الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها ونسيبهم هناك. عايز اعرف من حضرتك لو كان ده، لو كان الوضع ده استمر مبدئيا، كان الوضع هيبقى شكله ايه؟ ثانيا، حتى لو الفكره دي طبقت وما تمش التعامل مع هذا الملف من جذوره، كان هيبقى الوضع ايه وكان ايه انعكاسه على المجتمع بشكل عام، ان كان اقتصاديا او حتى لو هنتكلم ثقافيا؟ كان الوضع هيبقى كارثي. نقدر نقول زي ما قلنا شويه ممكن في منازل تقع، لا ده في مناطق ممكن تقع وتنهار فيها بيوت متكامله مع بعضها، زي ما حصل انهيار صخر الدويقه سنه 2008 ومات فيها ما يتجاوز ال 100 انسان. كان كل شويه تحصل كارثه. هنا بقى بقول ده انهيار منزل، لا مش انهيار منزل، هنا في المناطق دي
ده الكوارث هنا بتحصل في المناطق دي بالمئات، يعني بيحصل فيها وفيات بالمئات لو كنا سبناها. دي اول حاجه اللي هي الحاجه اللي هي المباشره على طول. طب الحاجه الغير مباشره، ازاي تتركي مجتمع يعيش في بيئه غير صحيه بالنسبه للصحه، غير ادميه بالنسبه للانسانيه، غير ثقافيه او تعليميه بالنسبه للتعليم. كل الحاجات دي احنا بنعمل خرائط دي اي اس او بنعمل خطه. الخطه مش عباره عن ان انا بنقل الانسان من بيت قديم لمنطقه وبيت مدينه جديده، لا. الحياه كلها بنطور حياه. كلمه تطوير حياه هنا ان انا بنقله لمدينه جديده، حياه جديده، ثقافه جديده، رؤى جديده، مستقبل جديد، طموح جديد. كل ده ببني فيه عقيده حب بلده كمان. ازاي البني ادم اللي كان بيستقطب لتخريب بلده ومع الجانب الاخر بيدمر بلده، يبقى هو اول درع بيدافع عن بلده. ده الانسان اللي كان في المنطقه القديمه اللي بيستقطب لتخريب بلده، ولما انتقل للمكان الجديد هو اول درع بيحمي بلده. دي ابسط حاجه نقدر نقول عليها لو سيبنا الوضع كان يبقى ازاي. واحنا الحمد لله دلوقتي بنوصل لايه؟ هدفنا اكبر بكتير جدا من ان انسان بنقله من بيت قديم ومنطقه ملوثه صحيا وي وي وي, وي لبيت جديد. لا، ده انا بنقله لحياه جديده. احنا عندنا اولادنا في بعض مناطقنا زي الأقمرات خدوا بطوله عالم. صحيح، بطوله عالم في كيك بوكسنج، خدوا بطوله الجمهوريه وبطوله المحافظه في التايكوندو، في الكونغ فو. خدوا اولادنا طالع منهم اوائل الثانويه العامه داخل المناطق بتاعتنا. اولادنا عباره عن الناس دي عباره عن ذهب موجود حته عليها تراب كتير قوي، لما اتنقلت من المكان ده لمكان ثاني ظهر معدنهم الاصيل. طاقه بشريه مهدره يا فندم بكل تاكيد. اكيد طيب باشمهندس، يمكن يقال انه لما اجي انشئ مجتمع جديد، او حتى خليني اقول انه مجتمع عمراني جديد، اسهل بكتير من ان انا ادخل مكان لسه ابدا اطور فيه، مكان بالفعل موجود وانا لسه بجدد فيه، خاصة لما يكون في بشر موجودين، مواطنين موجودين، أكل عيشهم زي ما كنا بنقول. وعلى سبيل المثال عندنا أماكن كتير، أنا محتارة يعني أعطي أي مثال فيهم. لو هنتكلم حتى عن صور مجرى العيون، مثلث ماسبيرو، حاجات كتير جدا ممكن نتكلم عليها. عايزة أعرف من حضرتك الخطة المصرية، يعني فكرة أن أنا دلوقتي حالا هأطور منطقة بعينها، إيه اللي بيحصل؟ طبعا احنا اول ما نخش على منطقه، يعني فعلا زي ما حضرتك قلت كده، انا لو عندي مشروع هبني 10,000 عماره في مكان جديد واقدر متاح ليا، انا هحط على 10,000 عماره دول 1000 شركه علشان ينفذوا المشروع. كل شركه تاخد 10 عمارات ويطلع في سنه سنه ونص. لكن عشان اقدر اتدخل في كيان قائم وحياه قائمه يعني ما نهزش الحياه دي ونقدر ندمر الحياه دي او لا، لازم تدخل بمشرط جراح يعني حذر جدا جدا. صحيح. جدا علشان اقدر ما اثرش على حياه الناس، بالعكس اطلع بيهم، وفي نفس الوقت ما نقدرش يعني ايه ناذي وجودهم. حيوانات تقول ايه، تعالى انا هدي المكان ده وتصرفوا عيشوا حياتكم براحتكم لغايه ما ابني. لا خالص، ده بنقعد مع الناس ونتفاوض معاهم، ونقعد ممكن نقعد شهور طويله نتفاوض مع الناس لغايه ما نوصل لنقطه اتفاق معينه. نوصل مثلا ده مثلث زيرو مثلا، حضرتك ذكرت المثل، ازاي انا اقول للناس مثلا ايه؟ ده انتوا عايزين ايه؟ قعدنا معاهم، قال احنا عايزين، واحد قال عايز ارجع تاني، لا انا عايز اروح الاسمرات، انا عايز اخد تعويض، وهكذا. كل واحد قال فكرته، حطيناها في استماره، الناس اختارت الاستماره دي اللي هم عايزين يتلائم مع كل واحد. يعني ما حطيناش حل واحد جذري نقول هو ده اللي نتعامل عليه. الموضوع عباره عن حلول متنوعه، استراتيجيات مختلفه، سياسات مختلفه للتعامل، وكل واحد يختار اللي يناسبه منها. تتوافق مع ظروف الجميع. فعلا تتوافق معه. طب اللي عايز يسكن يرجع يسكن تاني في المشروع. فتره بناء المشروع هنعمل ايه؟ بندي له قيمه ايجاريه يسكن بيها مناسبه فعلا لان هو يسكن بره، لغايه ما المشروع يخلص يرجع تاني يسكن، ما سيبناهوش يقول لك ايه عيش مع نفسك او حلها مع نفسك. لا، ده حتى الانسان لما يجي مثلا يقول ايه، عندنا مثلا مشروع في المحله، المشروع المحله ده الناس بتقول هننقل عفشنا خلاص هنمشي الموضوع واحنا خدنا تعويضات. واحد بيقول ايه، انا ما عنديش فلوس انقل العفش ده، فحطينا له قيمه ماديه لنقل العفش بتاعه علشان ما يتقالش ان احنا لا تصرف مع نفسك. الدوله عشان ما يبقاش كمان في عبء عليه زياده. احنا اي انسان الحمد لله الحمد لله ما فيش حد دلوقتي بقت الناس تشتكي انتوا ليه ما تدخلتوش عندنا في حلول. كان زمان الناس بتخاف يقول لك ايه، لا يا ربنا يكفينا شر الناس دي، ما حدش يقرب لنا. لو الدوله مدت ايديها عندنا يا رحمه يعني ربنا يعني ايه يرحمنا من اللي هيعملوا فينا عشان يخافوا. فعلا كان بيخافوا،
صحيح. دلوقتي بقينا نلام ازاي انتوا سايبيننا ما تدخلتوش عشان تحلوا لنا مشاكلنا هنا. بقى اللوم بالعكسي دلوقتي خلاص، بقى دوله بناء الثقه دلوقتي ما بيننا وبين المواطن، حصل بناء ثقه قويه جدا جدا، وبقى الناس تطلب تعالوا تدخلوا لحلول مشاكلنا هنا. فالحمد لله يعني يتم نجاح القضيه واحساسنا بالمواطن، وقبل ما ننفذ اي حاجه بنحاول نشوف طلباتهم ايه الاول، وايه اللي ينفع معاهم، وايه اللي يرضيهم. وفي حاله الشك ان هي الدوله هنا مش بتشطر على المواطن في المرحله دي خالص، بالعكس احنا بنشوف ازاي نرضيه، وبعد ما نشوف ازاي نرضيه نبدا ننفذ خطوات تنفيذ حياته الكريمه اللي جاي يعيشها بعد كده. وبعد ما نحط الخطه بنتوافق معاه ونبدا نحل المشاكل ونبدا ننفذ. حتى لما كنا بننفذ المشروع بتاع عامل 3.0، الاهالي ده صبوا العمدان، ده صبوا كذا، انا رحت لقيت ان الدهانات حلوه، واحده لقيت في عيوب في الدهانات وانا بشوف النهارده المشروع. انا كنت بخش صفحتهم واتفرج واسمع بيقولوا ايه عشان اروح اشوف المشاكل فين. هم كانوا عون لينا في متابعه كل شيء في مشاكلنا، او ان احنا برضو نقول ايه خدنا قرار، القرار ده كان فيه شيء من الخطا، بعرف منهم احنا اخطانا في ايه عشان اعدل من نفسي. ونخش انا شخصيا كنت بخش ارد عليهم واقول لهم ده عندكم حق، لا ما عندكوش حق، الصح بتاع الموضوع ده كذا كذا كذا. والحمد لله بقى في مصداقيه شديده جدا جدا ما بيننا وبينهم، لما بقول لهم ده صح وده غلط فعلا خلاص بقى الموضوع بيننا ثقه متبادله جدا جدا في جميع المناطق، وليس بس من 3.0. الحمد لله وصلنا لهذه الثقه بتنفيذ اللي اتفقنا عليه من اول يوم قعدنا معاهم. طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات، المهندس خالد صديق رئيس مجلس اداره صندوق التنميه الحضريه. يمكن زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم الملف ده تحديدا كان بمثابه ارث ان كان مادي او معنوي وثقافي ثقيل جدا، وكان التدخل فيه زي ما الباشمهندس كان بيتحدث زي الجراح كده، لازم ندخل واحنا عارفين وحاسبين خطواتنا وبدراسة وفق دراسة عشان نقدر نتعامل مع المواطنين اللي بالفعل كانوا قاعدين في هذه المناطق بقالهم سنين وحياتهم مستقرة هناك، مش هقول مستقرة لكن كانوا قاعدين هناك، ده مكانهم أو ده بيتهم أو دي حياتهم اللي كانت موجودة هناك. وإحنا بنبص على اللي حصل النهاردة، ومش بس زي ما كنا بنتكلم فكرة أنه بيوت أو مجرد أن هي عمارات اتبنت أو وحدات سكنية اتبنت، لا هي حياة جديدة اتبنت في مراكز شباب، في مدارس هناك. شفنا يمكن زي ما كنا بنتكلم أوائل جمهورية وأبطال جمهورية قدروا أن هم يخرجوا من هناك، مواهب خرجت من هناك، كل الطاقات البشرية دي ما كانش ينفع أبدا أنها تهدر.